أخبار اليوم. صاحبتي الجميلة هند فتحي، رعاية نقدر نقول إيه، صاحبة الفكرة لمهرجان نفرتيتي. برحب بيكي ببوابة أخبار اليوم. أهلا بيكي، أهلا بيكي، وأهلا بالبوابة، وأهلا بأبناء أخبار اليوم كلهم. في البداية هند، تقولي لنا إيه الفكرة جات إزاي وتم اتفاق عليها إزاي؟ والله أنا كمشرف لقسم المرأة في أخبار اليوم كنت بحلم إن أنا أعمل حاجة خاصة بالمرأة، مرأة مش موضة، مش مكياج، مش حاجات كده فرعية زي ما المجتمع بصلها، بس ممكن إحنا ندعم السياحة ويكون لينا تأثير بالمجالات الخاصة بتاعتنا. فأنا أعرف مدام منى المنصوري، وهي من المصممات الشهيرات اللي يعني بننشر لها الشغل كمان بتاعنا. فكانت جات الفكرة من شهر 12 إن يتعمل حاجة زي مهرجان كده للموضة والأزياء. المهرجان ده أول هدف ليه لتدعيم السياحة ودعم البلد، لأن إحنا مش دورنا بس كأخبار اليوم صحفيا فقط، ولكن إحنا لينا دور تنويري ولينا دور توعوي ولينا أدوار كثيرة جدا في دعم بلدنا، وده دورنا طبعا وواجبنا على البلد. منى المنصوري جت مصر وقعدنا معاها واتكلمنا معاها، وهي لأنها ليها علاقات ممتدة بمصممين عالميين كتير قوي، وبعد الأحداث اللي شهدتها مصر مؤخرا يعني اقترحت أن يكون في مهرجان للأزياء موجود هنا ننشط بالسياحة، ويكون من محافظة من المحافظات الأثرية، المحافظة كبيرة يعني اختيارنا. طبعا كتير قوي يحبوا يجوا القاهرة، بس ولكن علينا ان احنا نفكر برا الصندوق، نطلع من برا القاهرة، نخرج برا العاصمة ونروح لمحافظات اخرى، عشان نقول للناس يا جماعة مصر أمنة، ما فيهاش أي حاجة. أعتقد أن كبار الفنانين والشخصيات الأجنبية والمصممين العالميين لما ييجوا ويتلاقي ليهم توفير سبل الانتقالات والإقامة وتسهيلات كتيرة جدا، وأنهم ييجوا يعرضوا هنا بكل أمان، أعتقد أن هذه رسالة قوية جدا للعالم برا أجمع أن مصر بلد السلام دايما، بدليل حشد كبير، وإن شاء الله أنتوا هتشوفوا في المهرجان حشد كبير جدا وحضور كبير جدا. وأنا سعيدة أن أخبار اليوم كان ليها دور أن أكون راعي إعلامي للموضوع، وأتمنى إن شاء الله هيكون سنويا إقامة المهرجان وهيبقى أكبر من كده، وده دور دايما أخبار اليوم. هند، اختيار ازاي الفرعونية او المرأة الفرعونية رمز للمهرجان بتاعنا؟ طبعا المرأة المصرية على طول الزمن دايما ليها دور، ان ما كانش يعني العالم عارفه احنا بنحاول نعرفه ان شاء الله في المهرجان دوت. تكلميني عن مشاركة النجوم العالميين ومدى صداها بعد كده في الفترة اللي جاية عن المرأة المصرية واللبس المصري. على فكرة احنا لما مدام منى اتفقت مع مصممين الازياء العالميين انهم يجوا يعرضوا الكولكشنز بتاعتهم، اشترطت ان يكون بتراث فرعوني الشغل البليسيه والاكسسوارات، لان احنا لو رجعنا من ايام الحضارة الفرعونية ملكات مصر، فكرة في كتاب لدكتور زايا حواس في فصل كامل عن الازياء الفرعونية، يعني مصر ما كانتش الناس خدت مننا الازياء وخدت مننا الموضة، الملكات كانوا بيهتموا بلبسهم انت عارف زمان جدا، والقماش البليسيه اللي احنا بنعمله دلوقتي او بنلبسه ده اساسا تصميماته من ايام ملكات الفراعنة. الجعران الاكسسوارز اللي احنا بنلبسها مقتبسه ومستوحاه من الازياء الفرعونيه. انك انت تشارك هنا مصر، وده هو ده دور بقى ان احنا بندعم السياحه. انا بقول له اعرض الكوليكشن، يعني بدي لك نافذه على عالم، تعرف مصر قلب العالم. انت هتتعرف من مصر زي ما كتير جدا اتعرفوا من مصر فنانين، مصممين ازياء، مطربين، كبار شخصيات. فهو هيتعرف لما هو يدخل لنا بتصميم فرعوني معانا. اعتقد ان ده الحدث جميل جدا، والعرض هيبقى اجمل، بالاضافه للمطربه الانجليزيه ناتاشا. هي لما حبت الفكره عملت اغنيه بالقناع بتاع الملكه نفرتيتي، وغنت ان انجلش ان هي كام تو ذا بيس اوف لاند، يعني لاند اوف بيس، يعني بتدعو، هي حبت الموضوع. فاحنا ينقصنا بس الماركتينج، التسويق او الترويج لبلدنا جميله جدا، وتلاقي الناس كلها بتفرح، بييجوا يشتروا الجعران الصغير وتماثيل صغيره. فاعتقد ان يعني الدور عندنا احنا الاول. وانا بشكر منى المنصوري، يعني طبعا ده مش جديد على دوله الامارات، قياده وحكومه وشعب انهم دايما يقفوا موجودين عن اقتناع دائم ان مصر فعلا قلب العالم. بس عايزين نعرف الفعاليات والتنظيم، هل هيبقى في حاجه جديده ممكن نقدمها للعالم بتبقى بشكل مختلف شويه ان شاء الله في المهرجان؟ المهرجان هيعرض فيه كبار مصممين ازياء اوروبيين وعرب، هيعرضوا الكوليكشنز بتاعهم،
اعتقد انا مش عايزه احرق تفاصيل المهرجان كلها، بس يعني احنا هنعمل خطوه، هنعمل مبادره ان ممكن عائد، احنا بنحاول نعمل حاجه زي كده، عائد بعض تيكتس المهرجان او كده يكون لدعم العاملين بالسياحه، لان القطاع ده محتاج دعمنا كلنا، محتاج مساندتنا كلنا. وان شاء الله احنا يخلص المهرجان وباذن الله نحضر على طول للسنه الجايه اللي يكون اكبر واكبر لدعم قطاعات اخرى من في البلد ان شاء الله. شكرك جدا في بوابه اخبار اليوم، ميرسي جدا، فنمك دايما التوفيق ان شاء الله. يا رب. انا متشكره الاخبار اليوم والاستاذ الكبير كاتبنا الصحفي استاذ ياسر رزق، لانه دعم الفكره، حد غيره يقول لك انا ماليش دعوه بازياء ولا موضه، فهو كان ليه دور رئيسي جدا في دعم الفكره لانها بتهدف لحاجه في البلد مهمه جدا. بشكر استاذ سيد النجار رئيس تحرير اخبار اليوم، ونشكر كل من وقف ورا المهرجان ده ورا منى المنصوري علشان يطلع، لان لولا اخبار اليوم اعتقد كانت امور كتير اتغيرت، ما كانش حد برضه عارف على الايفنت كويس. ميرسي، شكرا ليكم.